تدينا ملامح كده يعني مبدئية عن الشروط دي يا دكتور أو البنود دي؟ حالة خلينا نرجع بس خطوة لورا. لو احنا زي ما حضرتك بتقول عايزين نحوكم عشان الناس كلها تعمل حاجة صح وبالتالي نضمن ان احنا فعلا زي الدولة زي اليابان مثلا حتى جايد لاينز للتطبيب عن بعد عشان تعمل فعلا الحاجة الصح لازم يكون الكلام ده معمول في إطار قانون. يعني احنا هيئة عمل الاعتماد والرقابة الصحية بنعمل معايير عشان نضبط جودة المخرجات بتاعة الخدمة، بس عشان اعمل معايير لازم يكون عندي قانون. فهنا الفكرة صحيح. القانون ده هيطرح النهاردة موضوع احنا فعلا محتاجين له النهاردة جدا وممكن نحتاج له لا قدر الله في بانديمكس ثانية او جوائح ثانية ممكن فيه. فلازم يكون القانون ده ملم الناس كلها ايه اللي محتاجاه سواء المريض سواء الممول سواء الطبيب سواء المنشأة. زي ما حضرتك بتقولي كده لو في ترخيص طب ايه شروط الترخيص ايه الحاجات اللي لازم توفرها في المنصة او في الطبيب ده عشان يتعمل لازم كانت الهيئه العامه للاعتماد والرقابه الصحيه بالشراكه مع منظمه الصحه العالميه تقعد مع بالشراكه مع وزاره الصحه والسكان والمجلس الاعلى للمستشفيات الجامعيه مع كل الناس مع مقدمي الخدمات كلهم من قطاع خاص من قطاع اهلي من مستشفيات جامعيه من مشاركين منتفعين بالخدمه عشان كل واحد كل اطراف العمليه كل اطراف المساله كل من يؤثر او يتاثر. يعني انا كمنتفع هتاثر بالعمليه وانا كمقدم خدمه ممكن اؤثر وممكن اتاثر بجودة الحاجة اللي تحت ايدي. هل انا محتاج تكنولوجيا معينة؟ طب التكنولوجيا دي ايه الضوابط بتاعتها؟ هل المعلومات اللي انا هاخدها من المريض هدونها ازاي؟ طب هتبادلها ازاي مع لا والرقابة كمان على الاطباء في المرحلة دي اعتقد انها تبقى مهمة شاقة جدا. يعني في الاخر لما تبقى فيه منشأة طبية انت بتقدر تروح تشوف الى اي مدى هم منضبطين وبيطبقوا المعايير، لكن لما تبقى الحاجات اونلاين طبعا بالظبط الموضوع هيبقى عليها هتبقى ازاي هيبقى اصعب طبعا. فعلا واذا كانت الخدمه الطبيه اساسا صعبه من اصعب الصناعات اللي موجوده هي صناعه الخدمات الصحيه او الرعايه الصحيه، فكمان لما زي ما حضرتك بتقولي كمان تبقى عن بعد ومفيش حاجه مش ماسكه في ايدي انتنجبل هيبقى فعلا الموضوع اصعب وطأ. ولكن في دول سبقتنا كتير في الحكايه دي صحيح. احنا عشان نعمل ورش العمل دي ونطلع بمخرج ان هو مناقشه لمشروع قانون ممكن يتعرض يبقى فيه كل الاطراف من كل الزوايا